مشاهدينا لنشرة جوية جديدة ليوم السبت. طقس معتدل شمالا وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة على شمال البلاد. وإلى أحوال الطقس في محافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة حيث تسجل الكبرى 26 والصغرى 16 والجو غائم نهارا وليلا، وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 24 والصغرى 16 والأجواء غائمة نهارا وليلا، وفي بورسعيد تسجل الكبرى 23 والصغرى 18 والجو صافي نهارا وغائم ليلا. أما عن أسيوط تسجل الكبرى 29 والصغرى 13 والجو غائم نهارا وليلا. أما عن المنيا تسجل الكبرى 27 والصغرى 13 والجو غائم طوال الوقت. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 29 والصغرى 22 حيث الغيوم طوال اليوم. وفي أسوان تسجل الكبرى 32 والصغرى 20 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 32 والصغرى 16 والجو صافي نهارا وليلا. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 32 والصغرى 22. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض مع مشاهدينا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بطرابلس حيث تسجل الكبرى 21 والصغرى 14. أما في دمشق تسجل الكبرى 24 والصغرى 11. أما عن الرياض تسجل الكبرى 27 والصغرى 14. وفي أبوظبي تسجل الكبرى 30 والصغرى 22. أما عن الجزائر تسجل الكبرى 19 والصغرى 9. وأخيرا في القدس تسجل الكبرى 24 والصغرى 12. وبذلك مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء.